نحن لسنا أشرار. We are not bastards. ولسنا عصابة مجرمة أرادت قطفكم وقتلكم. We are not a gangster wanted to hijack you and to kill you. ولسنا لصوص أيضا. We are not thieves. بل نحن ضحايا. لو سمحت، واللي بتعملوه فينا ده بتسموه ايه؟ انا ما صل على النبي، صل على النبي، ما في كده معقول؟ عندي اصلا وليه مجنونه، ما فيش حاجه. انتم تعتقدون انكم مخطوفون. You think you are under our control. ولكننا في هذه القريه النائيه المختطفون. But in this poor village we are your hijackers. ملقى بنا في العراء لنموت من الجوع والأوبئة والعالم لا يشعر بنا. We are suffering there in desert and the world cannot hear us. وأنتم هنا الآن ليسمعنا العالم كله. And you are here now the world to hear us. لقد طلبنا من حكومة دولتكم أن تدفع مبلغ مليون دولار للإفراج عن كل واحد فيكم. We ask your government to pay $1 million for every one of you to let you go. ونحن بانتظار الرد. And we are waiting the answer. هو بيقول يا كبير بيعزمنا على فرح بنته واخرس خالص. والله أكلهم حلو قوي عبد الجليل. الواحد ابتدى يستطعمه، هو بس مشطشط شوية. ها؟ واحنا هنعمل إيه يا باشا؟ هنعمل إيه في إيه؟ في الفلوس، الفلوس في الشنط، والشنط على الطيارة. الشنط الطيارة كلها بياخدوها يتحفظوا عليها وتتحط في الأمانات. إن شاء الله لما نخرج من هنا بالسلامة هنلاقيهم زي ما هم. دلوقتي بقى ناجي باشا، أنا عايز أعرف حاجة. احنا ايه اللي معادنا هنا؟ ما ندفع الفديه ونخلص؟ ايه يعني مليون دولار لكل واحد؟ اسكت يا زاهر اسكت. لا انا مش هسكت بقى، انا مش عارف ايه اللي جاب المشوار المهبب ده، انا مش عارف ايه اللي جاب دي، ايه اللي جاب دي، ايه اللي جاب دي، ايه اللي جاب المشوار المهبب ده، ايه اللي جاب ده، انا مش عارف ايه اللي جاب دي، ايه اللي جاب دي، بقول لك اسكت هتوديني قد ايه. اسكت. ما فيش حاجه، ده اصلا حاله عصبيه بيجي له قبل ما يخش الحمام. هو دايما ساعه ما يخش الحمام تيجي له حاله زي دي. ليه؟ لان هو كان متعود ان امه دايما بتخش معاه الحمام لغايه دلوقتي. بس فيا ريت تبعته تجيب والدته عشان يعرف يخش الحمام. صح 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 صح. What is your name? Wati. أنا اسمي Wati. تتكلم عربي؟ نعم. ماستر أنا أعرف لغة عربية. تعرفي لغة عربية Wati؟ نعم. أنت كنت مسافرة مصر تعملي إيه Wati؟ أنا أعملي حاجة خديجة. أنا أعملي حاجة خديجة. تعملي عند الحاجة خديجة؟ نعم. دي مصرية؟ لا هي سعودية. سعودية. وإيه اللي يعني اللي مسافرك مصر لوحدك يعني؟ هي ستذهب إلى مصر بعد يومين. هناك هي تسكن في فيلا، لكن أنا أذهب قبلها لتنسي فيلا. دلوقتي الحاجة خديجة هتروح تلاقي فيلا مش نظيفة، هتطين عشتك. هي لا تصدق أنني مكتوفة. هي تقول دائما أنني كاذبة. لازم أحد منهم يقول لي حاجة خديجة أنا مكتوفة. لا لا صعبة ولا يهمك. إن شاء الله قبل ما نمشي من هنا هكلم الزعيم بتاعهم يديك ورقة إن أنت كنت مخطوفة. ها؟ ياتي؟ واتي؟ واتي واتي.
morning, sir. We have the money. فين الأمريكان؟ Where is the American? انتوا أحرار، يلا. So you can leave, you are free now. You are free, go. يلا كفارة، عقبالنا. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. الأمريكان دفعوا الفدية وجم ياخدوا الرعاية بتوعهم. فلوسهم حضر الأمريكان دول. يا سيد أشادة، بعد إذنك يعني هما أنتوا مش بعتوا للمصريين قلت لهم إن في رهائن